بودي في هذه الليلة أن أتكلم بشيء، لأننا رغبنا أن نسمعكم صوتا جديدا من أخ لنا قديم من إخواننا السلفيين الذين استجابوا لله والرسول حين دعاه وإخوانه إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أردنا أن نعطيه هذا الوقت ليتكلم بما يبدو له مما ينفع الناس جميعا والسلفيين بخاصة. وكنت رأيت أنه إن بقي عندنا شيء من الوقت المعتاد أن نجيب عن أسئلة التي يوجهها إخواننا عادة. ولكن